أعرف بحضرتك. أهلا وسهلا، أنا نور الدين حمدان. أنا وفاء خليل. كوز لما يا ميت، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا ما شاء الله عليكم كتار. أنتوا عائلة؟ إخوات؟ أولاد إخوات كذا؟ لا والله، أنا ونسواني ثلاثة. أيوة، رجعنا لنفس القصة، ضراير وزلمة. لا إله إلا الله، أنت كيف انطلعت للضراير بمشوار واحد؟ شو المشكلة؟ بيطلعوا إذا متفقين، ما مشكلة. تعرف الواحد بياخد المرأة، بياخدهم على جمالها ومالها ونسبها. فأنا بصراحة ما لقيت وحدة تجمع هالصفات كلها، فأخذت الجمال والمال والنسب. حضرتها النسب. ايوه والله، والنعم من حضرتك. ايه حضرتها الجمال. ايه والله، والنعم. اهلا وسهلا. طيب حضرتها المال. اهلا وسهلا بالمال كله، اهلين بالعملة. ما فهمت لشو المال. يا ترى انت بتاخذ مصروف منها؟ طبعا هي بتصرف علي وعليهم. زد عم تحكي؟ لك. ايوه، ما هي سمع والله. نعم. هلا الواحد بياخذ بنت الحسب والنسب، تعرف غدرات الزمن توقف في ظهره مثل السيف، وبياخذ الحلوه. الحمد لله جايبت لي صبي وبنت حلوين من احلى ما يكون، بحسن الواحد نسب. احسن نسبك. ايه نعم، وبحسن النسل. وصاحبة المال تصرف علي وعليهم، ما بيقول لك المتى ثلاثة بواحد. والله انتوا ثلاثة بواحد فعلا.